يعني هي دي على السيجارة نجيب لكم علب السجاير. لا يا عم هنا اول يا الخزانة اللي في الصندوق ده خالص اهو. النهارده الموسم البرتقان الشتوي خلص، بدأنا في الموسم الصيفي، فتقديرات الموسم بتيجي في أول البداية في أول السنة، بنبدأ الناس بتنزل تقدر الغيط، دي فئة 15 طن للفدان، في 12 طن للفدان، طب جاء أكتر جاء أقل، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيعوض وبيدي كل واحد على قد إيه نصيبه على قد خبرته في الشغل. فإذا السعر هو ربنا بيبارك في الطرح في الأطنان تزيد. السعر حلو أهو مناسب وبيلم نفسه التاجر، ودي سببته ودي شغله من أول السنة لآخر السنة، هي دي حياته وهي دي طريقه، فكل حاجة فيها مكسب وفيها خسارة. حضرتك ربنا خلق البرتقان دوت للإنسان الفقير اللي مش قادر يجيب التفاح، لأن كيلو برتقان ما يبقى بأربعة جنيه أو يبقى بخمسة جنيه بيراضي الأسرة كلها، إنما كيلو تفاح بخمسة وستين جنيه، فربنا عامل البرتقان وبيقعده طول السنة، يعني 8 أشهر حضرتك البرتقان شغال فيها، للغني والفقير بياكل منه أقل سرعة وأفيد صحيا. التقديرات إحنا بنقدر مثلا الفدان مثلا من 12 ل 15 طن، واخد بال حضرتك، ممكن زيادة تحت العجز وزيادة برضه. واخد بال حضرتك؟ طبعا حضرتك السنه اللي فاتت كان البرتقان الصيفي وصل 10 12 جنيه ماشي، فطبعا في التقدير السنه دي او المشتروات طبعا كله مقدر 8 9 جنيه، طبعا حط مصاريف وحط هلكو يقف على 10 11 جنيه. واخد بال حضرتك؟ طبعا بنبدا نبات على العماله بتاعتنا، كل العماله بتاعتنا كل عربيه معروفه بالطقم العماله بتاعها، طبعا كل عربيه عملتها مثلا 7 تنفار 5 تنفار 6 تنفار، طبعا ايه الحريم بتبدا تشيل، 5 من العمال الرجاله بيقطعوا، طبعا بنبدا بقى ايه العجل العربيات كل عربيه معروفه بالطقم عمالتها بتيجي الساعه 5 في الفجر يبداوا يقطعوا خلصوا قطيع. طبعا بنبدا في ارض بتبقى شاري كف لف بفرزتها دي تبع المحطه، وفي ارض انت بتفرز هنا، تفرز هنا بقى ايه الاحجام، الاحجام في البرتقال حجمه صغير حجم عالي، حجم الصغير دي له مقاس وله دوله، حجم العالي ده له مقاس وله دوله، كل في دوله دول اوروبيه بتحتاج الاحجام العاليه، الدول العربية بتحتاج الأحجام الإيه؟ البرتقالة الوسط.